السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون في هذه التغطية الخاصة حول مستجدات عملية بركان الغضب، وتغطية حول كل ما يتعلق بالعدوان على طرابلس. نرصد فيها ردود الأفعال المحلية والدولية، ونتابع سير المعارك العسكرية، وكذلك التفاعل القاعدة الشعبية والمجتمع في المنطقة الغربية ضد هذا العدوان الغاشم. خصصنا هذا الجزء من التغطية في النصف الأول منه لحوصلة يقدمها لنا الدكتور فتحي الفاضلي الكاتب والباحث الأكاديمي حول أهم ما صدر حول هذا الاعتداء من الصحف الدولية والعالمية. فباسمكم جميعا نرحب بالدكتور فتحي. السلام عليكم دكتورنا. وعليكم السلام والشرف. أهلا وسهلا بك دكتور فتحي. لو تطلعنا على آخر أو ما انتقيت لنا من أخبار الصحف العالمية والدولية. نعم، بعد بسم الله الرحمن الرحيم، والتحية لك شيخ عبد الله ولقناتكم الموقرة والمشاهدين الكرام. عيق الجولة السريعة في بعض التقارير التي اعتقدت أنها بها بعض النقاط الهامة، منها التي آر تي اللي هي تركيش راديو تلفزيون، يعني أصدر تقرير يقول: هل تدفع فرنسا ليبيا إلى مزيد من الصراع؟ هل تدفع فرنسا ليبيا إلى مزيد من الصراع؟ يقول التقرير أن تسعى فرنسا وراء تحقيق مصالحها طويلة الأمد الاستراتيجية، ولذلك فهي تؤجج الصراع وتقوم عملية السلام التي تدعمها الأمم المتحدة. ويقول التقرير أن أمير الحرب وقائد الميليشيات خليفة حفتر تهيمن عليه فكرة السيطرة على الوطن بقوة وترسيخ نظام يشبه لنظام القذافي. الدليل هو رفض حفتر الالتزام بأي اتفاقات سياسية، وهذه حقيقة منذ زمن على فكرة، منذ سنوات يقول أنا من مش متفق مع الصخرات، لن ألتقي بهذا، لن أفعل ذلك، وأن التدخلات الدولية من قبل الإمارات، يضيف يستمر التقرير أن التدخلات الدولية من قبل الإمارات ومصر والسعودية وخاصة فرنسا، هكذا ذكر التقرير، وخاصة فرنسا تزيد من حدة الصراع، ما يجعل من عملية المصالحة الوطنية بعيدة المنع. الحفاظ على المصالح الاقتصادية الفرنسية وتعزيز النفوذ السياسي الفرنسي في شمال أفريقيا يعتبر من أولويات فرنسا الرئيسية، وذكر التقرير شركة توتال وتنقيبها على النفط في ليبيا. ذكر التقرير أرقام رهيبة عن احتياط النفط، ولا ما يشرح ولا ما يعلل ما يقول نعرف لماذا هذه الدول وراء ليبيا. يقول تمتلك ليبيا أكبر احتياط من النفط الخام في أفريقيا، والرقم الآتي 48.4 مليار برميل احتياطي النفط في ليبيا، وأغلب النفط في عهد معمر يقول التقرير صدر إلى إيطاليا وفرنسا، صدر إلى إيطاليا وفرنسا. البعض يقول أيضا بالإضافة إلى النفط أن إعادة الأعمار وعقود النفط هي المحرك الرئيسي لسياسة فرنسا الخارجية في ليبيا، ولذلك تؤمن باريس بسبب عقود إعادة الإعمار المتوقعة، وبسبب هذا الاحتياط الهائل من النفط، لذلك تؤمن باريس بأن أفضل ضمان لها حتى تتحصل على نفوذها الاقتصادي ونفوذها السياسي أن تضع رجل واحد بديل تسيطر عليه وتدعم. هذا سر كل ما تجري وراء فرنسا منذ زمن. بعد الاتفاق السياسي لعبت فرنسا ومصر والسعودية دورا في تمكين حفتر من القيام بهذا العمل العسكري، شجعوه على العمل العسكري بعد حتى الاتفاق السياسي، وحال هذا العمل دون أن تستطيع حكومة الاتفاق السياسي أن تدير شؤون البلاد. استراتيجية فرنسا الحالية أيضا هي التمسك بمصالحها الداخلية على حساب شنو؟ على حساب ثلاث أشياء: التمسك بمصالحها الداخلية على حساب الشرعية الدولية، وعلى حساب مسار عمل أوروبا، حتى بعض الأوروبيين لا يتفقوا مع فرنسا في خطها، لكن هي تفضل مصالحها على ماذا تريد أوروبا، وتفضل مصالحها على الشيء الثالث اللي هو ما هو أفضل للشعب الليبي. إذن الشرعية والمسار السياسي أوروبا للدول أوروبا الأخرى غير فرنسا، ومصالح الشعب الليبي لا تلقي إليه فرنسا بل تفضل مصالحها الداخلية. انقسام مجلس الأمن أيضا يقول التقرير
بخصوص ليبيا انقسام عميق جدا. بعض اللاعبين الاقليميين والدوليين يؤججون الصراع، يؤججون الصراع عبر ارسال اسلحه لحفتر بالرغم من حظر الاسلحه، وان عمليه السلام التي تخطط لها الامم المتحده قياده غسان لعقد مؤتمر وطني وصياغه دستور جديد قبل الانتخابات، لكن بعض النشاطات والخطوات السياسيه استمر سلامه برغم كل هذا الكلام اللي يقول فيه سلامه. يقول التقرير ان سلامه استمر في دعم حفتر بالرغم من عرقلته لعمليه السلام. كيف دعم حفتر؟ التغاضي على سياساته، ما الذي اوصل حفتر ان يصل باسلحه الى طرابلس ولا لا؟ الا سياسات الامم المتحده وسلامه سابقه. كان يمكن ان يقف موقف صلب منذ البدايه لا ما حدث ما وصلنا الى ما وصلنا اليه، لكن مجارات غسان لبرنامج فرنسا هو الذي ادى بنا الى هذا الوضع. على سبيل المثال مؤتمر باريس، مؤتمر بيرلين، كل هذا تدليع الخليفه، يعني ما كان يجب ان يكون هذا طالما المجتمع الدولي قرر على حكومه حتى نصل بما بيهاش. لكن انت قد اذا ما فيش داعي تتغاضى تدلع او تصرف النظر عن نشاطات خليفه العام صدر نقنفوذه بنغازي جنوب وكذا. اذا واضح يقول التقرير ان حركات سلامه نشاطات سلامه تتماشى مع تصاميم باريس اكثر من اي شيء اخر، ماشي مع باريس اكثر من ماشي مع الامم المتحده اصلا. ويقول هناك مفارقه، اول دوله وقفت ضد الدكتاتور معمر هي الدوله الان التي تريد ان ترسخ دكتاتور جديد، دليل على المعايير المزدوجه مره اخرى لفرنسا. ليبيا اوبزرفر تقول ان خفر السواحل الليبي ينقذ 124 مهاجر قبالة ساحل زوارة، وهذه مرة ثانية أخبار رائعة حتى يومين، حتى الخبر قديم لكن كل يوم وآخر يعاد أو يندر عليه برامج، لأن مرة أخرى العالم مشوه صورة ليبيا فيما يخص المهاجرين. صرح السيد أيوب قاسم للصحافة يقول الخبر أن خفر السواحل الليبي أنقذ 124 مهاجر غير شرعي كانوا على مثل قاربين خشبيين زوار، وكانوا من أصول عربية وإفريقية وأسيوية، وكان بينهم 20 طفل هلبة، يعني 20 بصراحة مخاطرة، وتم ترحيلهم إلى قاعدة طرابلس البحرية وزودوا بمساعدات إنسانية وطبية قبل أن ينقلوا إلى مراكز إيواء خاصة بالمهاجرين غير الشرعيين في جنزور وتجوان. في كارنيجي جدا هي نشرتها أيضا تقرير فورن أفيرز، الفورن أفير ومؤسسة كارنيجي اللي هي مؤسسة للسلام العالمي دولي وراها محافظين أمريكان من المحافظين الكونزرفيتيف. ماذا تستطيع أمريكا أن تفعل؟ ماذا تستطيع أمريكا أن تفعل حيال الحرب الأهلية الليبية الجديدة؟ واشنطن يجب أن تشدد، يقول التقرير، واشنطن يجب أن تشدد على انتهاكات خطر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، وتحمل الأطراف المتحاربة في ليبيا مسؤولية انتهاكهم لهذا الحظر حتى في الماضي، حتى يكونوا عبرة للدول الأخرى. تريد أن تحاسب حتى الدول اللي اخترقوا هذا الحظر في الماضي، ويجب أيضا مع فرض حظر الأسلحة على جميع الأطراف يجب أن تدعم تأسيس أو إطار لهيكلة جديدة أكثر شمولا، إطار لا يشمل حفتر، هكذا ذكر التقرير ولا لا، مع أن نشر مرة ثانية في الفورم البروسي ونشر في مؤسسة السلام العالمي ووراها الناس محافظين أمريكان، أقول لك لا يجب أن يشمل الإطار الجديد أو الخارطة الجديدة حفتر هكذا. كان حفتر يعتقد أنه، يقول التقرير، سيسيطر على طرابلس ولكن قوته أصبحت عالقة في ضواحي طرابلس. بل طبعا كلمة عالقة غير كلمة تدافع أو تهاجم، عالقة يعني فيه تشتت، فيه حيرة كذا، فيه فشل الخطة الأصلية. بل فقد مش بس قوات عالقة، بل فقد أراضي كان من يسيطر عليها وكان يتخذ منها قاعدة أساسية له، بدأ يفقد هذه الأراضي وبدون إطار أو هيكلية، يقول التقرير، جديدة ذات مصداقية للتفاوض وطريقة منهجية قوية وواضحة من المجتمع الدولي، فإن عملية وقف إطلاق النار مجرد فرصة أو هدية للخليفة، هكذا يقول التقرير، ستتيح لخليفة حفتر ومعارضيها الفرصة لإعادة التسلح والتجمع. يقول هذا التقرير أن مجرد إيقاف النار بدون
منهجية جديدة وخارطة سياسية جديدة واضحة جدا جدا، سيكون مجرد فرصة لخليفة للتجمع مرة أخرى. قوى الغرب يقول التقرير وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية يجب أن تستخدم أدوات اقتصادية وسياسية لتمنع القوى الإقليمية من تأجيج الصراع والصدام. يعني يجب أن تستخدم النفوذ السياسي والاقتصادي الأمريكي في الضغط على الدول التي تؤيد الطرف الإيقاف وعدم التسرع أيضا مع إيقاف تلك الدول، عدم التسرع في تثبيت أي حل سيضر بليبيا. يقصدوا يعني إقفال إطلاق النار عشوائيا أو مفاوضة عودة للمفاوضات أو ما إليه. هذه الخطوات سوف تجبر الليبيين للعودة إلى المسار السياسي أو العملية السياسية بشروط جديدة جديدة. يركز هذا التقرير على قضية الشروط الجديدة، على قضية إخراج حفتر من المشهد كثيرا. حفتر توصل اتفاق يقول التقرير مع السراج في أبو ظبي، وتوصل إلى اتفاق مبدئي، لكن من الواضح أنه غير مستعد خليفة لتقاسم السلطة، لأن فصائل فوجي، أن الفصائل والميليشيات التي كانت تتنازع بقوة مع بعضها اتحدت ضد خليفة حفتر. ويواجه حفتر الآن مقاومة بحجم لم يتوقعه أحد على الإطلاق، هكذا يقول التقرير، أن المقاومة التي يقابلها حفتر بعد أن وعدهم في يوم ويومين أخذ طرابلس مقاومة لم يتوقعها أحد إلى الأطراف، وقد تشتتت قواته في غرب ليبيا بل وأضعف سيطرته على مناطق أخرى خارج ليبيا، يعني في البلد في انفجارات نسمعه في سبا نشوف في العالم متلخبط عنده. يعني كما أن حفتر عنده فرصة ضئيلة للسيطرة على طرابلس، لن يسيطر يعني حتى مستقبلا، عنده فرصة ضئيلة جدا للسيطرة على طرابلس، وفي نفس الوقت لا يستطيع التراجع، لا يقدر يسيطر ولا يتراجع، لأن التراجع يقول التقرير سيدمر مستقبل السياسي في المنطقة الشرقية. يعني وجهه في المنطقة الشرقية سينتهي سياسيا خليفة إذا تراجع، وإذا بقى لن يسيطر على طرابلس. كذلك لا يوجد ضغط خارجي على مؤيديه، لا يوجد ضغط خارجي على الإمارات ومصر والسعودية، ضغط قوي وفرنسا. إذن الحكومات الغربية كذلك نقطة أخرى، أن الحكومات الغربية ردت على هجوم حفتر رد ضعيف هو اللي شجع على الخروج. الآن هذه النقاط تحتم حلول، وأضف إلى ذلك الصمت فرنسا سياسيا في سيطرة حفتر على الشرق وعلى الجنوب. حاليا أوروبا يقول التقرير أن أوروبا تصر على أن حفتر وحكومة الوفاق أن يوقف القتال والعودة إلى طاولة المفاوضات على أساس اتفاق أبو ظبي، وإن هذا الأمر لا علاقة له في الواقع، لا يمت إلى الواقع بسلام. إيقاف إطلاق النار والجلوس حسب مخرجات أبو ظبي يقول التقرير هذا أمر غير عملي ولا علاقة له بالواقع وحل غير صحيح، وهذا ما يردده أغلب الليبيين على فكرة. يعني والواقع أن الرد الضعيف على هجمة حفتر في طرابلس هو السبب الرئيسي لماذا أن العودة إلى طاولة المفاوضات أو إيقاف الحرب غير هني. هو الذي هجم وهو الذي بدأ بالهجوم والحرب وما أجله. إذن الجلوس إلى طاولة المفاوضات غير واقعي على الإطلاق. والواضح أن الليبيين هكذا يقول التقرير، من الواضح أن الليبيين لا يستطيعون أن يعتمدوا على أوروبا في وضع أي حل أو أي اتفاق، وهذا صحيح جدا. أغلب مشاكلنا من أوروبا على فكرة، جزء منها على الأقل هذا طبعا، وأذيالهم يعني الإمارات والمصرماني. إذن أمام الوزارة الخارجية ووزارة الدفاع الأمريكية فرصة لإقناع أو الضغط على حفتر بالانسحاب، هذا ما يقوله التقرير. The Libyan Express اشتباكات حدثت، اشتباكات الحديثة التي اندلعت على جميع الخطوط الأمامية في طرابلس، وأكد المصدر على تقدم قوات البركان. التقدم حدث في عدة خطوط أمامية، وطرد بل وطرد قوات حفتر من موقعها، وقد اندلعت الاشتباكات في عين زارة ووادي الربيع ومطار طرابلس ومخيم اليرموك وخلة الفرجان. تزامن ذلك هذا الهجوم مع غارات جوية على مخازن الذخيرة ومدرعات وأسلحة حفتر في مدينة غريان، وقد تم الإبلاغ عن عشرات الإصابات من نتيجة لهذه الغارات. داهل تقرير آخر مهم جدا، داهل وهذه الصحيفة يعني لها تأثير كبير جدا في الرأي، وقال رائع أو تقرير رائع، طريق للمضي قدما في ليبيا، طريق للمضي قدما في ليبيا، بمعنى هل هناك طريق جديد للمضي قدما في قضية ليبيا. هجوم خليفة تم إعاقته وصده من قبل الميليشيات في المدينة وحلفائها من مدن أخرى.
في الأجزاء الغربية من ليبيا مثل مصراتة وزنتان. هذا هجوم حفتر تم صده من قوات اللي في طرابلس بالإضافة إلى قوات مصراتة وزنتان وقوات أخرى من الوطن. ومن الواضح أن وعد حفتر، يبدو أن حفتر وعد دول أو وعد شخصيات ما نعرفش أنا، وأنا بديش نشك حتى في الأمم المتحدة لما زار أمين العام المتحدة يبدو قال له لا ولا يهمك في 72 ساعة سأكون هناك وسأشكل حكومة في أسبوع، سأشكل حكومة خلال أسبوع، هذه سمعتها أنا، لكن احتمال سريا وعده. فلذلك يعني وعدهم، يقول التقرير الواضح أن وعد حفتر بأنه سيسيطر على المدينة في أيام لم يتحقق حتى الآن على الواقع، وهناك خطر إطالة هذا الحرب بسبب ذلك، بسبب عدم السيطرة في يومين ثلاثة. إذا هناك خطر إطالة هذه الحرب، خاصة إذا أخذنا في الاعتبار شنو تدخل ومشاركة دول أجنبية تدعم حفتر بالمال والطيران والسلاح في انتهاك واضح لحظر تعود الأسلحة للفصائل المتحاربة. والدعم لحفتر، هذا الدعم لحفتر حمس وأثار دول أخرى لأن تدعم الطرف الآخر، ربما يقصد تركيا. هجوم حفتر واضح، هجوم حفتر مجرد الهجوم العاصفة على العاصمة واضح جدا أنه لا يقبل أي حل سياسي. إذن الوضع، هذا الوضع على الأرض، إعاقة حفتر وعلى قواته وانهزامه وعدم تحقيق وعده في يومين. إذن حسب هذا الواقع لا بد أن تكون هناك سياسة جديدة مشتركة مع التنسيق بين الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لإعادة تصميم حل سلمي أو تفاوضي جديد ليس على أسس ما قبل 4 أبريل. وهذا هو المنطق والواقع بين الجهات الفاعلة في ليبيا، الجهات الفاعلة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، وكذلك دول مثل أمريكا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا، جميعهم حرصوا على الأقل علنا جميعهم حرصوا على إيقاف إطلاق النار والبداية في المفاوضات. المشكلة، يقول التقرير الذي تنشر فيه، يقول التقرير المشكلة أن لا أحد في المنطقة الغربية يثق بعد الآن في حفتر أو يجلس معه أو يثق فيه أو يستطيع أن يجلس معه على طاولة المفاوضات. مجرد الجلوس على طاولة المفاوضات مع حفتر أو الثقة في حفتر معدومة على الإطلاق، وخطوة لا يستطيع المنطقة الغربية أو أغلب الليبيين اتخاذها. لقد أصبح الجنرال، هكذا يقول التقرير، أصبح الجنرال عائقا أمام أي حل المعضلة الليبية. وعلى القبائل، هكذا يقول التقرير، وعلى القبائل والميليشيات الإسلامية التي تعمل معه أن تبحث عن قائد جديد. وهذا على فكرة أشار إليه كلنا والليبيين يشير إليه، فوت حفتر دور قوة أخرى في الكرامة، تقول الكرامة دور قوة أخرى في الشرق، وهذه خطوة صحيحة على فكرة، هذا هو الحل الوحيد لهذا المعتوه. وعلى القبائل والميليشيات الإسلامية التي تعمل حفتر أن تبحث عن قائد جديد أو بديل لحفتر إذا كانوا فعلا يقولون إنهم جيش. يقول التقرير وكررها مرتين التقرير على كل هذا، إذا كنتم أنتم قوات مسلحة سهل، فيه نظام معين، عين قائد جديد وخلاص، وإلا عدم تعيينكم للقائد جديد يعني أن هي مجرد عملية فردية، هكذا يقول التقرير، وأنه برنامج لفرد واحد دكتاتور وليس قوات مسلحة. حفتر لا يؤمن بالمفاوضات، يقول التقرير، ولا بأي خطوات ديمقراطية، وقد ذكر ذلك خليفة حفتر علنا وسرا، بل ذكر ذلك لمسؤولين أمريكا وبمساعدة مؤيديه الدول الإقليمية والدولية. أعتقد خليفة أنه عنده المقدرة ليفرض حل عسكري. الوضع الآن يتطلب من أمريكا أن تزيد من تفاعلها في ليبيا، وعلى الولايات المتحدة أن تتخذ بعض الخطوات الملموسة من أجل الوصول إلى عملية تفاوض. أمريكا عندها القوة والنفوذ التأثير على أصدقائها لتقنع القوى الخارجية التي تتدخل في ليبيا بسحب الدعم أو إيقافه للجميع. إذا قوتها وصداقتها وعلاقاتها السياسية تستطيع أن توقف الدول على دعم هذه العمليات أولا. ثانيا، بعد طلب 7 من أعضاء الكونغرس طلبوا من الإف بي آي التحقيق في مواطن أمريكي قام بجرائم في ليبيا، أصبح الجلوس مع حفتر بعد هذا الطلب من 7 أعضاء من الكونغرس، أصبح الجلوس معه أو التفاوض معه هيك يشكك في المتفاوض معه، لأن هناك احتمال أن الرجل قائم بجرائم حرب، فكيف تجلسوا معه أنتم كسياسيين؟ وبالتالي أصبح عنصر يعني غير مرغوب فيه باختصار شديد، هكذا يقول التقرير. إذن للتحرك، حتى نتحرك ونمضي قدما في قضية ليبيا وإيجاد خارطة طريق جديدة لإيجاد حل سلمي، أمريكا وحلفائها الأوروبيين عليهم أن يفعلوا الآتي.
أول حاجة الناتو يقول التقرير يقترح يعني تقريبا خمس نقاط. الناتو بقيادة أمريكا يجب أن يوقع يدير حظر طيران على ليبيا بأكملها وعلى الجميع حتى تقل الضحايا ويقل التدمير حتى لا يحدث مزيدا من الموت وسقوط الضحايا ودمار الأهداف المدنية. لن يكون إطلاق النار مقبولا هكذا يقول التقرير مقبولا من جانب المدافعين اللي هي من جانب طرابلس مثلا والعاصمة حكومة الوفاق والثورة. لن يكون إيقاف النار مقبول إلا إذا سبق ذلك إعادة أو مراجعة الوضع السابق بأكمله سياسيا يعني. وليس من العدل هكذا يقول سبحان الله التقرير. وهذا يشبه التقرير الأول اللي قريناه اللي نشرات الفورم بولسي مع الكتاب مختلفين والصحف مختلفة. ليس من العدل مساواة المعتدي والمعتدى عليه وكذلك مع أن في بعض الليبيين ودي الرحم اللي قاعدين هذا مسكين في الحروب لا يوجد منطقة رمادية. بعض أخوتنا الليبيين مسكتين ولا يا راجل وطرفين وبعد الشيطان ناس أجانب ما نعرفهمش مختلفين وصحف مختلفة وتقارير مختلفة تقول مش من المنطق أنك أنت تساوي المعتدي والمعتدى عليه. وكذلك هذه المساواة إذا تمت هذه المساواة صيغة سياسية لا تمثل خط بداية سليم أصلا يعني فشل. أي مشروع يساوي بين المعتدى هكذا يريد أن يقول التقرير أي مشروع يساوي بين المعتدى والمعتدى عليه هي بداية فشل أي اقتراع. المفاوضات اللي بدأتها البعثة ماتت هكذا يقول المفاوضات التي بدأتها البعثة طيب دكتور فتحي دكتور فتحي عذرا على المقاطعة لكن لو تكرمت أن نكمل هذه أيضا الحوصلة بعد فاصل قصير. أيها الأخوة المشاهدون إلى فاصل ثم نعود إليكم. الأمم المتحدة دعت إلى هدنة إنسانية لمدة أسبوع تبدأ صباح الاثنين على الساعة الرابعة بتوقيت مشير حفتر ليس يعني رقما يمكن تجاهله. المحافظة على الذخائر وخاصة بعد تحقيق النصر. مجلس الأمن فشل في التوصل إلى وقف لإطلاق النار. ما الذي سيحلحل حالة الانقسام الدولي؟ مرحبا بكم أيها الأخوة المشاهدون. لا زال معنا الدكتور فتحي الفاضي كاتب والأستاذ الجامعي ليكمل مع لنا حوصلة الأخبار الدولية والعالمية من خلال الصحف. وسينضم إلينا في هذا الجزء من التغطية الدكتور إلياس الباروني أستاذ العلاقات الدولية. فنكمل مع الدكتور فتحي. نعم دكتورنا دكتور فتحي لتقرير ذهاو يقول لابد من بذل جهد كبير جاد لفصل أو عزل حفتر البالغ من العمر 76 سنة والمريض هكذا يقول المريض والبالغ من العمر يعني لابد من عزله حتى يتم إيجاد تفاوض خارج التفاوض جديدة ويستطيع أن يقبل الليبيين أن يجلسوا مع قائد جديد يمثل المنطقة الشرقية يمثل عملية الكرامة يمثل عزله. لماذا؟ بسبب ما ذكرناه طبعا رفض لحل سياسي ودعمه وسيطرته وعمره ومرضه. عزل أيضا عزل خليفة وعزله عن شنو؟ عن الهياكل القبلية والعسكرية التي يقودها في شرق البلاد. لذلك لابد من ظهور قيادة جديدة يمكن الوثوق بها حتى لا تفسد العملية السياسية مرة أخرى. لا أحد الآن يثق في حفتر تاريخ على دريس والبرلمان ومن شنو هو الثورة والثوار والآن على الوفاق وعلى
ماشي، يمكن دعم قوات الشرق، يقول التقرير يمكن أن ندعم قوات الشرق أو نعترف بها ولا لا، ولكن ليس شخص حفتر. فرق بين شخصية حفتر وبين ما تسمى قوات في الشرق. إذا كانت قوات الشرق جيشا، إذن هذا الجيش يستطيع أن يضع قيادة جديدة تفتح الطريق أمام المفاوضات السياسية والسلام والمفاوضات، وإلا فسيكون من الواضح إذا ما استطاعش إنه ما هو الجيش ما يقدرش غير القيادة، سيكون من الواضح أننا نتعامل مع برنامج فردي تدعمه ميليشيات كما لاحظ العديد من الخبراء. خامسا، النقطة الخامسة، القرارات الخاصة بحظر توريد السلاح لا بد أن يكون لها مخالب أو أسنان، هكذا ذكر التقرير، يعني لابد أن تنفذ وبقوة. والدول التي تم تسميتها في تقارير الأمم المتحدة السابقة أن هي تمول في الأسلحة لأحد الأطراف، وخاصة أقول هذا كلامي أنا، الطرف غير الشرعي لابد أن تتحمل مسؤولية انتهاك هذا الحظر. يقول التقرير للدول التي تم تسميتها في تقارير الأمم المتحدة أن تتحمل مسؤولية انتهاك هذا الحظر طوال السنوات الماضية حتى تكون عبرة لغيرها. يجب أن يكون هناك اعتراف، نقطة أخرى، بأن ما يحدث في ليبيا هو حرب أهلية. يجب أن يعترف المجتمع الدولي أن ما يقوم هناك هو حرب أهلية، وأن الناتو أخطأ في 2011 لما دعم طرف ما كان يجب على الناتو يقول أن يعتبرها حرب أهلية. هذه نقطة أخالف فيها طبعا أنا التقرير، لأن الحرب كان بين النظام والشعب، لم تكن حرب أهلية في بدايتها على الأقل، لكن فتح السجون ومش عارف دعم الكتائب بدأت تهاجم الشعب فاعتبروها حرب أهلية. يقول التقرير هو صح، هو قانونيا إذا كان حرب أهلية يمنع أنك أنت تدعم أي طرف، لا هذا ولا ذاك، إن كانت حرب أهلية هكذا القانون الدولي يبدو، لكن إذا كانت حروب بين طرف ممكن تدعيم مثلا حماية المدنيين وتحت بنود أخرى وما إلى ذلك. يقول إن الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي لابد أن يظهروا أنهم جادون في تعاملهم مع الحرب الأهلية الليبية الجديدة. عدم القيام بذلك، عدم القيام بهذا الأمر، بأخذ الأمر أخذ جاد، سيصبح سابقة سيئة وستؤدي إلى نفس الأحداث وإلى تجاه الأمم المتحدة والسلام والنظام العالميين. السلام العالمي والنظام العالمي في أجزاء أخرى من الشرق الأوسط، عدم التعامل مع القضية الليبية كحرب أهلية، لا نقف مع هذا الطرف على ثلاثة، سيؤدي إلى المزيد من الصراعات وتهديد السلام النظام العالمي والسلام العالمي في مناطق أخرى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من العالم. والتوقيت الصحيح لهذه النقاط وهذه المقترحات، تحويلة حفتر، بحث عن قيادة جديدة، خارطة جديدة يقبلها الجميع في ليبيا، واعتبار أن ليبيا حرب أهلية وليس مجرد طرف ضد طرف. متى يجب العمل بهذه النقاط؟ الآن، الآن، هكذا يقول التقرير. أفضل عمل والبداية في هذا الأمر هو الآن. في السيد القوات التي تهاجم طرابلس عبارة عن إصابات، هذا هو تصريح للسيد أسامة جويري. أسامة جويري قائد المنطقة العسكرية الغربية في حكومة المجلس الرئاسي، يقول أن القوات التي تقاتل مع خليفة حفتر مجرد إصابات آر جانس، وأن ما يفعله خليفة هو عمل بربري يهدف إلى تدمير أو عرقلة العملية السياسية. صرح السيد جويلي بذلك لصحيفة البيان، وأن أي عمليات عسكرية، يواصل هذا الخبر، أي عمليات عسكرية يجب أن تنطلق، لأن منطقيا أي عملية عسكرية تنطلق على أوامر وسلطات شرعية، يعني خليفة ما عندها سلطة شرعية، ضمن تكتيكات معينة واستخدام القوة في مناطق محدودة ضد الخارجين عن القانون. ويقول السيد جويلي يعني أنه لا يتوقع من المجتمع الدولي لا أن يفعل أي شيء حيال القتال الحالي، خاصة بعد صمته وتقاعصه على بداية الهجوم أصلا، مؤكدا أن حفتر استلم أسلحة من دول إقليمية دعمته أيضا بالمعدات العسكرية والأسلحة، بما في ذلك فرنسا التي كررت أكثر من مرة دعمها لحكومة الوفاق، كررت إعلان دعمها علنيا لحكومة الوفاق، وفي نفس الوقت فرنسا كانت تدعم في الطرف الثاني. وحقيقة أنا مستعجب، المجتمع الدولي سنوات ساكت على هذا الأمر، والآن يعاني بعد ما صد هجوم حفتر في طرابلس، يعاني المجتمع الدولي كيف نحل المشكلة. معروف حل المشكلة، يعني مقاومة قواتنا تجاوزت جميع التوقعات. يقول سيد أسامة جويري إن مقاومة قواتنا تجاوزت جميع التوقعات. الحكومة الآن، يقول، وهذا أهم نقطة تقريبا في الموضوع، أن الحكومة تبذل جهدا في بناء الجيش، أو بالأحرى إعادة بنائه على أسس سليمة،
وقد بدلنا خطوات يقول سامي الجويري، وقد بدلنا خطوات في هذا العمل، وأن إعادة بناء الجيش يحتاج إلى استقرار، وهذا حقيقة يعني إعادة بناء الجيش يحتاج إلى استقرار، محاربة الإرهاب تحتاج إلى استقرار، محاربة الجبهة الشرعية تحتاج إلى استقرار. تم تكرار ذلك في مئات المرات، كررناها للعالم بأكمله للوصول إلى إلى صورة صحيحة وحل متكامل. لابد من الاستقرار. بناء هذا الجيش في صورته النهائية يحتاج مرة أخرى إلى استقرار. نعم. الصورة النهائية الصحيحة يحتاج إلى استقرار سياسي. ذكر جويري للصحفيين أن قواتهم دفعت قوات حفتر في مختلف الخطوط بعيدا عن طرابلس، وإن المرحلة الأخيرة للحرب قد بدأت كما سبق له وأن صرح. نعم دكتور، ربما لا نريد أن نطيل على دكتور إلياس الباروني، وقد تجاوزنا الوقت الذي المخصص لهذه الحوصلة. أرجو أن تبقى معي دكتور فتحي الفاضلي، وأنتقل الآن ورحب بالدكتور إلياس الباروني أستاذ العلاقات الدولية. السلام عليكم دكتور إلياس. مرحبا أخي عبد الله. أهلا وسهلا بك دكتور إلياس. يعني لو تقيم لنا الوضع من وجهة نظرك من الناحية السياسية، ما تقييمك للمرحلة السياسية في هذا الوقت الآن بعد مرور أكثر من 55 يوم عن العدوان على طرابلس؟ نعم، نجد الآن نتيجة الظروف الحربية في الميدان وأيضا التحركات السياسية على الصعيد المنطقة الغربية المتمثلة في المجلس الرئاسي والحكومة المرافقة له والجولات التي قام بها، نجد أن هناك فتور في المشهد السياسي الدولي نتيجة التجاذبات والممحكات بين الدول الفرقاء من جهة، فرنسا والدول المتحالفة معها المملكة السعودية والإمارات ومصر السيسي، وبالمقابل إيطاليا وتركيا وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية التي تقف بين هنا وهناك ومترقبة المشهد العسكري والحربي في مدينة طرابلس وما تؤول إليه. نجد هناك استسلام لأمر الواقع، بمعنى من هو الذي سيسيطر على الوضع الأمني والعسكري في الميدان، بمعنى أن الآن العاتق الوحيد أو العائل الوحيد الآن هو الميدان العسكري والقوة المتمثلة في القوة المسندة الثوار وأيضا الجيش الوطني الليبي للمنطقة الوسطى والمنطقة الغربية، هم الذي سيحدد مسار المجتمع الدولي مع من يقف. كما أسلفنا سابقا بأن المجتمع الدولي وأيضا الدول لا تؤمن إلا بالقوي، لا تؤمن بالضعيف، وبالتالي تركوا لنا الأمر من هو الذي سيسيطر على الميدان العسكري وأيضا من هو الذي سيسيطر على الميدان السياسي والميدان الإعلامي. في الحقيقة الميدان العسكري الآن واضح للمجلس الرئاسي والجيش والليبي وأيضا القوة المساندة له بين قوسين الثوار من الجهتين، من جهة العسكريين الشرفاء وأيضا الإعلاميين والسياسيين والأطباء وأيضا الثوار في المعركة، هم الذين سيحدد مسار من هم من الجهة التي ستتعامل مع الدول المقابلة. إذن الآن التحركات الآن على الصعيد العسكري والصعيد الإعلامي والسياسي وأيضا السياسة الخارجية هي التي ستحدد مسار العلاقات الدولية أو علاقات الدولية مع الآن ما يجري في ليبيا. نشاهد أيضا التحركات الآن على الصعيد العسكري في المجلس الرئاسي، هناك خطة عسكرية محكمة للدفاع على المنطقة الغربية والدفاع عن طرابلس، وأيضا الخطة أيضا المستقبلية وبين الفئة الأخرى تجد هناك سياسات أو تحركات الهجوم للعدو. هنا يعطينا انطباع قوي بأن هناك استراتيجية بعيدة المدى لما مصير الثورة أو ثورة فبراير في محك أو في مواجهة الإرهاب المتمثل في تنظيم الكرامة الإرهابي. وأيضا هناك أيضا لو لاحظتم بالأمس اجتماع القمة العربية والخليجية وأيضا القمة الإسلامية، قد يتساءل البعض لماذا السراج لم يحضر المؤتمر القمة العربي وحضر أيضا في القمة بالمقابل حضر القمة الإسلامية. هذه رسالة واضحة لأن الجامعة العربية قد فشلت فشلا ذريعا
في دراسة الأزمة الليبية، حيث أننا نعرفون الآن طرابلس وليبيا تواجه في أعتى جرائم الإرهاب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم ضد جرائم حرب ترتكب على الأهالي في مدينة طرابلس، ترتكب في أدرنا، ارتكبت أيضا في فزان، ارتكبت أيضا في بنغازي، وأيضا بالمقابل الجامعة العربية لم تطرق إلى هذه المسائل لا من قريب ولا. نعم دكتور إلياس، انقطع اتصال بعد. نعم تفضل دكتور. تحدثون أن الجامعة العربية صدرت بيان باهت وضعيف وأيضا فيها لبس في المصلحات، يقولون أنهم مع الوفاق وأيضا يقولون أنهم يدعمون من يقاوم الإرهاب. أي إرهاب ينبغي يوضح الجامعة العربية من هم الإرهابيون ومن هم الذين يدعمون، من هو الذي الجامعة العربية والدول العربية من تدعم. في الحقيقة هذا البيان يعتبر يعني فيها خفايا في اللغة، أيضا فيها إبهام، وتوضح أن هناك غموض في الحقيقة. يضحكون على العرب ويضحكون على المجتمع الدولي أنهم يقاومون الإرهاب وهم يدعمون الإرهاب، بالمقابل هم يدعمون الإرهاب، هم يدعمون تنظيم الكرام الإرهابي ويدعمون العميل المجرم حرب حفتر. ومن هم السعودية التي احتضنت القمة العربية في مكة، وللأسف مكة الأراضي المقدسة تحتضن القمة العربية وهم من يدعمون الإرهاب. أيضا الإمارات العربية المتحدة، أيضا مصر السيسي، كلهم الآن ومصر أيضا هي المقر الدائم للجامعة العربية. إذا الجامعة العربية فشل ذريع في معالجة الأزمة الليبية، وأيضا أصبحت متورطة في دعم الإرهاب وقتل الليبيين وتشريد الليبيين ونزوح الليبيين في شهر مقدس وشهر له طابع خاص، ولكن للأسف الجامعة العربية فشل ذريع فيها. بالمقابل إذا القمة الإسلامية أعطت طابع دولي وأيضا بروتوكولات، ولكن تمنيت من السيد فايز سراج رئيس المجلس الرئاسي أن يوجه كلمة للمجتمع الإسلامي والمجتمع الدولي المتمثلة في القوة الإسلامية، وخاصة أن هناك دولة قوية متمثلة في باكستان. ينبغي الآن تمنيت من سيد السراج أن يوجه كلمة وأيضا يكون صريحا. نعم. الآن الحرب واضحة من هذه الدول، أن يكون صريحا وخطابه واضحا، موجه الاتهام إلى المملكة السعودية الآن التي تحتضن قمة مكة وقمة الإسلام في مكة المقدسة، وهي التي تدعم الإرهاب. مكة للأسف الأراضي المقدسة وحكومتها هي التي تدعم مجرم حرب. مكة التي احتضنت القمة الإسلامية هي التي قتلت الليبيين. مكة التي احتضنت المؤتمر الإسلامي والقمة الإسلامية هي التي نزحت وشردت الملايين من الليبيين. إذن القمة الإسلامية أيضا فشلا ذريعا في مواجهة أو لتوضيح للرأي العام بأن السعودية هي الرأي الأول للإرهاب، هي التي احتضنت القاعدة، هي التي احتضنت ومولت داعش بأموالهم وبأرزاقهم وبفتويهم للأسف. وإذن هنا ينبغي على السياسة الخارجية المتمثلة في المجلس الرئاسي والسيد سيالة أن يعيدوا ترتيباتهم وأيضا أولوياتهم، وبالتالي المعركة الآن واضحة وضوح الشمس. ينبغي الآن توجه نحو سياسة التحالفات مع الدول التي تخدم مصلحتنا. الآن معركة واضحة، يسعون إلى قتلنا، يسعون إلى تخريب بلادنا الآن 55 يوما وهم يقتلون وشردون، وللأسف شباب في عمر الزهور بدل يتجهون إلى مقاعد الدراسة وإلى طموحاتهم وتكوين مستقبلهم يتجهون إلى التبات وإلى المقاتلات. ومن يقاتلون؟ يقاتلون من يدعون الإسلام، يقاتلون من يدعون العروبة، يقاتلون من يدعون الشرف والنبل. ولكن للأسف نحن الآن ينبغي التوجه إلى الدول التي تخدم مصلحنا. ومحاربتنا ضد الإرهاب المتمثل في حفتر زعيم تنظيم الكرامة الإرهابي. نعم. طيب دكتور فتحي الفاضلي، ربما ما أشار إليه دكتور إلياس قضية أنه كان يتمنى أن يلقي السراج سيد فايز السراج كلمة في القمة الإسلامية، لماذا برأيك لم يلقي كلمة ربما يعبر فيها عن حقيقة المعركة والعدوان التي تتعرض إليه طرابلس؟ هو مش عارف، سمعت ميكروفونات يعني خربات ولا مش عارف
نعم، هذا خبر انتشر أن هناك خلل فني وبالتالي قاموا بتلاوة البيان والاقتصار الكلمات على بعض الرؤساء فقط. نعم، منهم السيسي، يعني لما تكلم السيسي الميكروفون كان يشتغل ما فيش مشكلة يعني. نعم. هو أيضا أضيف لما ذكر ضيفك الكريم الأستاذ الباروني، مفروض أي ممثل في ليبيا في أي تجمع الجامعة العربية اللي هي أصلا مجرد واجهة هشة لسياسات الدول متاعها، يعني إحنا مؤسساتنا في العالم العربي بأكمله سياسيا وثقافيا غارق في مستنقع من التخلف، يعني هي مجرد واجهة على فكرة لا فائدة فيها على الإطلاق. شو بنقول لك أستاذ الكريم، في أي تجمع في الجامعة العربية، في مؤتمر إسلامي، في مجلس الأمن، في أي لقاء، إذا كان في واحد ليبي ويتجرأ شخص آخر رئيس دولة أو ممثل لدولة أن يتحدث على ليبيا، مفروض يهزبه يعني. يعني أنا والله العظيم تمنيت أني حاضر لما السيسي بدأ يدعو على ليبيا، قسما بالله لأني تعرفت أنا وياه، وإلا خذيت كندرتي رميت عليه ونقول له يا قليل الأدب يا حمار، في ليبيين يمثلوا في ليبيا، ايش دخلك انت تدعو على وطني؟ ادعو على مصر ومشاكل مصر، وادعو على نفسك وارهابك اللي تدير فيه في مصر. يا اخي والله تمنيت اني كنت حاضر، اقسم بالله راني هزبته وتعاركت انا وياه. هذا من باب، من باب اخر يا اخي سلمان، هذا يعني اقصد الاخوه الليبيين في المستقبل، يا سيدي مش لازم ترمي لك كندرتك ولا تهزبه، كله لو سمحت الله يبارك فيك، انا ممثل ليبيا ساتحدث عن وطني، انت تحدث عن وطنك، من حقك على فكره وما فيها شيء. خليهم يشعروا يعني انهم مش اللي يجي يدوي على ليبيا وكانها مربوعته ومزرعته، من بتاع الامارات، من بتاع مصر، من بتاع ليبيا، ليبيا ليبيا. وحتى الاهانه الاخرى، بعض الدول تدير في اجتماعات حول قضيه ليبيا ما فيهاش ليبيين، حتى مراقب، حتى واحد مقعمز، لا وتعلن سيتم اجتماع في شهر انظر يوم 16 بين مثلا مصر ومش عارف تونس وانظرمانهي والمغرب حول قضيه ليبيا، سيتم اجتماع حول قضيه ليبيا دول الساحل ولا دول الطوق، وما فيش ولا ليبي يستضاف حتى مجتمع. يعني هذه تمنع يا راجل، هذه ممنوع دوليا، تقطع العلاقات على طول. اي دوله بتدعو على ليبيا نادي ممثل على الحكومه الليبيه، يعني هذه بسيطه، هذه بتليفونات تندار من وزاره الخارجيه، ما فيها شيء يعني. اشياء لابد ان يكون لوزاره الخارجيه اسنان، لابد ان يكون لها مخالب، لابد ان تمثل الوطن، تمثل ليبيا. يعني السيسي برطع ويدعو على ليبيا ونحن مقعمزين نسمع وخلاص، يعني هذه السياسه. نعم. اللي وسياسه، لعل النيه حسنه والسياسه ومشي يا رجل، لكن حكايه شعره معاويه والسياسه ومشي يا رجل، شوف وين وصلتنا، مدرعات في طرابلس ودمار. نعم. في عنزاره وادي الربيع وضحايا وموت وقصف ودماء. نعم. والله اعلم، يعني حرب اهليه جديده. نعم. على الابواب. طيب هذه السياسه من هذا الوهن ومن. نعم. هذا ما. نعم. فيش رطابه في الحرب وفي القتال وفي البغي وفي واستباحه سياسه الدوله، ما فيش منطقه رماديه، ما فيش مسك العصا من مصر، ما فيش لين، في شراسه. نعم. من اجل وطنك، شوف الطغاه الظالمين شرسين على اوطانهم، تهدد فينا ليبيا ويتكلموا على ليبيا ويعيطوا وهم الظلام، فما بالك لان احنا اللي مش ظلام، مفروض انت اقوى وعندك اسنان اقوى ومخالب اقوى وتتحد تمثل الوطن، ما تقدرش ما فيش مشكلة، معذور والله، لكن أنسحب، خلي واحد يستطيع أن يمثل وطنه، ما فيها شيء حتى. نعم دكتور فتحي، عذرا فقد داهمنا الوقت الحقيقة وانتهى الوقت المخصص لهذه الساعة من التغطية، نشكرك شكرا جزيلا دكتور فتحي الفاضلي الكاتب والأستاذ الجامعي، كنت معنا في هذه التغطية، وكذلك أيضا نشكرك دكتور إلياس الباروني أستاذ العلاقات الدولية، نشكرك شكرا جزيلا، كما نشكركم أيها الأخوة المشاهدون، ولا زلنا معكم في هذه التغطية، فكونوا معنا بعد قليل.